السلام عليكم، ورجعنا لكم يا شباب في فيديو جديد وحلقه جديده في القناه. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم وقطعت كتير، بس زي ما انتم شايفين في العنوان الدراكسونالستيك جي 27 جي الحمد لله طول جدا جدا عم اجيب، بس الجمارك بقى وانتم شايفين ده، انت هتشوفوا البوكس اللي جاي فيه يا شباب متدمر. المهم الدراكسون وصل يا شباب وهنفتحه معاكم ونجربه على لعبه يورو تراك ونشوف اعداداتها ايه وكده عشان اللي عاوز يوصله، وان شاء الله الدنيا تبقى سهل. بس قبل ما نبدا مش تنسوا اللايك والاشتراك في القناه، اهم حاجه اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو وان شاء الله يعجبكم الفيديو. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين جبنا البوكس، البوكس متدمر خالص. معلش انا عارف ان انا نصي مقصوص، عادي لو صورتي مقصوصه معلش بقى عشان ايه يبان لكم البوكس كله. فهنفتح البوكس كده، بصوا المنظر انت شايفينه، بصوا المنظر. مش جايبين بس الدراكسون متغلف والباقي كله مرمي كده، فمش عارف فيه. بس المهم اللي هو واصل يا شباب وجديد وهنجربه معاكم ونشوفه هينفع ولا لا. ادينا المصر اول حاجه الدراكسون يا شباب، شيلوا من الكيسه بس يا شباب الدراكسون. بصراحه صوته جامد، الدراكسون على الحقيقه جلد يا شباب، ده جلد على فكره. ودي زراير، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ست زراير، يبقى طبعا مفيش حاجة في النص. طبعا يا شباب الدراكسون عظمة ولمسته حلوة ومتعة متعة، إن شاء الله هنستمتع في القناة. فدي الدراكسون، هنطلع الدراكسون، هنركب بس الدراكسون على جنب. نخش على الدواسات، طبعا الدواسات أهي يا شباب زي ما أنتم شايفين، ده هو الكلاتش بالنسبة ليكم، الكلاتش، البريك، البنزين، دواسة البنزين. فا أهو سلك واحد. طبعا اخر حاجه الجير، الجير ده اللي عظمه يا شباب، بصوا ملمسه جلد وحاجه فخمه زي الحقيقه بالظبط. بصوا يا شباب، اول تاني تالت رابع خامس، بتاعها ملمسه حلو، واللي هو الريفرس لورا بتدوس تكه كده وتجيبه اخر حاجه بيرجع ريفرس، فمتعه بصراحه. طبعا ده انا عارف بحب اللوجيك، كنت متابع الشركه دي من زمان جدا، فالحمد لله انا جبت منتج من عندها. طبعا يا شباب هفكك بس السلك عشان ايه. بصوا يا شباب، بصوا المرايه دي كلها زراير بتتحرك الا لا، زراير والجير دي طبعا اللي بتربطه في الترابيزه اهو. وبصوا الحمد لله اللهم مش شايل اللزقه، يعني اللزقه اللي عليها الحمد لله مش شايل عشان نعرف اللي هو جديد. والسلك بتاعه فهنركبه يا شباب على الشبع الطويله اللي عندي وهنشوف تركيبه سهل ولا لا. وطبعا انا طالب له كرسي مخصوص للدراكسون، فبرضه في عظمه جايه، فهشترك في القناه لو انت لغايه دلوقتي متابع الفيديو اشترك في القناه. فهنشيل البوكس ده على جنب كده يا شباب، هوبا. وزي ما انتم شايفين يا شباب الدراكسون، وهنركن بس دي على جنب هنركبه معاكم دلوقتي، هنركن بس الدواسات على جنب دلوقتي كده. والدراكسون يا شباب طبعا الشفترات بتاعته حديد على فكره، الدراكسون الماتيريال بتاعته ممتازه ممتازه، شركه لوجيتك بصراحه بتعمل حاجه عظمه. طبعا مش عارف هنا هتبان معاكم ولا لا، في شاشه صغيره يا شباب خالص دي للسرعات العاليه، هتبان معاها. بصور لكم ده كله ان شاء الله في الفيديو، فتابع الفيديو للاخر. والجير طبعا هنركب كل حاجه، نبدا يا شباب بتركيب الجير. فهنركب الجير اول حاجه، هنركن بس الدراكسون على جنب كده. هنركب الجير يا شباب وهنركبه وهنثبته في مكانه. طبعا ليه مسامير هنا، طبعا اللي هيجيب الدراكسون هيفهم الكلام اللي انا بقوله، فهنثبته يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب ثبتنا بعد نص ساعة تربيط. وبكده يا شباب نكون ركبنا الجير اهو، اهو شغال اهو. دي هنركب الدراكسون، فهنجيب الدراكسون واحدة واحدة. طبعا الدراكسون مش السلك ده بس، الدراكسون لسه فيه باور بتاع كهرباء، عشان الدراكسون طبعا فيه اهتزازات مع الحوادث وحاجات زي كده، فيه اهتزازات وفيه حاجات، فدي سلك باور تاني يا شباب هظهره لكم. هو شباب ده السلك طبعا مش كان في الكرتون، اصل انا فاتح الكرتون اصلا عشان اشوف المعزله اللي حصلت، فهو ده سلك الباور، فهنشوفه بس في الاخر. نيجي دلوقتي ونركب الدراكسون. بصراحة يا شباب لوجيتك جي 27 بالنسبة لي أحسن من جي 29 مش بكتير، هو التاني فيه خيارات أحسن، بس دوت عجبانة أنا حركة اللي هي الزراير تبقى في الجير هنا، فبصراحة جامدة جدا أحسن بكتير. الجير طبعا المفروض بيبقى تحت شوية مش بيبقى جنبك على طول، بس معلش بقى نعمل ركب الدواسات تحت عشان نشوف النتيجة إيه. فا
فركب الدواسات. طبعا الشباب ركبنا الدراكسون والجير، لسه ركب الدواسات. بس عايز اقول لكم حاجه، معلش على شعري ومنظري، بس انا لسه جاي من الشغل تعبان اصلا، بس قلت لازم اصور لكم الفيديو مع الدراكسون. جاي بقاله 3 ايام او 4 ايام، بس انا جاي باجي تعبان من الشغل وباجي متاخر، فبتعب نفسي والله عشان القناه، فادعموني على تعبي ده يا شباب. فهركب الدواسات تحت، طبعا هوريها لكم من قريب، بس نركبها بس حساسة. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين ادي الجير اهوت من قريب اهوت، معلش على الكركبه بتاعت الاستوديو. بصوا دي الكواليس بتاعت التصوير، ولقيتكم الكواليس والدراكسون يا شباب. بصوا الدراكسون طبعا دي لفه اهي، يعتبر ربع كده، ف حلو. وادي الدواسات شحن يا شباب اهي، فنبدأ بقى نركبه على اللاب ونشوف بيشتغل ازاي، ونجربه معاكم على الكمبيوتر ونشوف هيشتغل عليه وتراك وهيبقى تمام ولا لا. فيلا بينا. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين دخلنا على اللعبه، ومعلش طولت جدا عما برمجت الدراكسون. لو انتم عاوزين انزل حلقه ازاي توصلوه على اللعبه تيرو تراك وتظبطوه، ممكن انزلها لكم عن عربيه تويوتا، بس انا هنستعرض لكم العربيه كمان اهي يا شباب. طبعا شوف معلش على القعده، بس عشان استعرض لكم الدراكسون. ف دي عربيه تويوتا، لو انتم عايزين مايباخ والعربيات التانيه ممكن استعرضها لكم. فيلا بينا نجرب الدراكسون. طبعا يا شباب بصوا ما بحاولوا، تلاقي في اهتزاز هنا وفي اهتزاز في العربيه، فدي حاجه حلوه. وطبعا على التريلا اكتر من كده واقعيه، ف بصراحه الدراكسون جامد. فهنبدا الاول نطلع يا شباب، بس اهم حاجه نشوف الفرامل، نفك الفرامل ونطلع يا شباب نستعرض معاكم الدراكسون. طبعا بصوا العربيه عظمه بصراحه. نبدا التاني يا شباب، طبعا انا ماشي عكس بس معلش، عادي بتحصل. طبعا انا برمجت برضك الزراير بتاعت كل حاجه، ف مش عارفين، فنشوف حد جاي، مفيش حد الحمد لله. نادر طبعا يا شباب التريلا صوت السياره صوتها جامد. ده التاني يا شباب، معلش واحد لسه بيتعلم. متعة رهيب بجد يا شباب، هجربوه. مود العربية دي وفي مود خريطة يا شباب، وفي مودات عظمة منزلها، فلو عايزين نجربها تقول لي تحت في الكومنتات وهجربها معاكم ان شاء الله. تاكسون فيه تزات على فكرة يا شباب، في واقعية شوية، فلو في خريطة تكون كده. هنبدأ الرابع يا شباب، ادينا الرابع ماشي. كل حاجه فنهدي بس ايه يا شباب واحده. طبعا الفرامل والكلاتش والحاجات دي واقعيه جدا، فبصوا لو شلت رجلي مره واحده العربيه بتبطل، واقعيه جامده. حادث. طبعا انتوا عايزين ننزل الحلقه الثانيه في اللعبه والمودات اللي انا قلت لكم عليها، فطبعا هنزل اكثر واقعيه، ممكن اعمل حاجات جامده فاطلبوا مني. بس اقول اللعبه دي باكثر واقعيه، بس عشان ايه فيديو استعراض فعادي، مش واخد. اما ما اعمل فيديو عادي فهيبقى اكثر واقعيه طبعا. طبعا يا شباب هنصف في البنزينه، مش البنزينه، في ورشه الاصلاح اللي جايه، بس انا كنت بستعرض معاكم